هو نوع من انواع الاشعاع ليه طول موجي معين، كل طول موجي ليه خليه موازيه ليه في الوزن، هو هي بس اللي تلقطه، اللي جنبها ما يلقطهوش. وكل ما كان الليزر خاص بحاجه واحده بس، يعني ليزر بيعمل الشعر بس، ليزر بيقشر بس او بيفتح بس، كل ما هيبقى كويس جدا ومش هيبقى ليه سايد افكتس. نبتدي نعمل انيوميريشن كده، نشوف هو بيستخدم في ايه في التجميل عندنا. اول حاجه اسمها بيرمننت هير ريموفر، او بيرمننت الاصح منها بيرمننت هير ريدكشن. نقصد بيها ايه وايه الفرق ما بينهم؟ ان انا عندي نقص ثابت ومتكرر في الشعر، سواء في حجمه او في عدده او في لونه، بوصل لنسبة بتتراوح من 85% ل 95%. فين بيفرق بقى؟ من وش لتحت باط، لإيد لرجل، بيفرق في الأعداد، الجلسات اللي بتحتاجها شخص عن التاني. الراجل يحتاج أكتر من الست، البنت في فترة البلوغ تختار أكتر من واحدة منوبوزل، يعني عدت ما عندهاش دورة. من أحسن الحتت اللي بتجيب نتائج أكتر من تانية الرجل، الرجل اللي هي من أول القدم لغايه الركبه نتيجه هايله جدا، هي والبيكيني. بيالي الرجل والبيكيني الاندر ارمز، بيالي الاندر ارمز الباك، بيالي الباك الابدومن، بطن والصدر، بياليهم الوش. الوش هو اخر حاجه خالص، واخر جزء في الوش هو المستشعر. تريتمنت اوف تلانجكتيزيا، تلانجكتيزيا اللي هي العروق السطحيه الرفيعه. الليزر وظيفته لما ما يكونش فيه عروق عميقه، لما ما يكونش فيه حاجات حجمها كبير، يعني 2 ل 3 ملي فقط، اكتر من كده او اعمق من كده يبقى فيه الحقن، او فيه العمليات اللي هي الستريبنج اللي هي العمليات بتاعه الاوعيه اللي بيعالجوا بيها موضوع العروق. الهايبر بيجمنتيشن، بيجمنتيشن يعني بقع او كلف. كلف والبقع لهم اسباب كتيره قوي، في حاجات وراثيه، في كلف من الشمس، في كلف اللي بيجي بعد الحمل. الراتيتس او الفاين رينكلز، التجاعيد، التجاعيد ليها انواع مخصوصه من الليزر بيجيب نتائج كويسه جدا فيها، بس مش كل انواع التجاعيد. في الفاين سوبرفيشال رينكلز يعني الرفيعه السطحيه، في حاجه اسمها سموكرز لاين اللي هي حوالين الفم، راتيتس الرينكلز حوالين الفم لما بتبقى مدخنه. اوكي، التدخين زي الشمس بيدمر الجلد، اوكي، فبيبين التجاعيد بسرعه. في حاجه اسمها الفاين رينكلز، دي بتبان قوي تحت العين مع الارهاق اللي في النوم في الجزء اللي تحت العين، بس هي مش تعبيريه ومش عميقه، ده بيجي فيها نتائج كويسه قوي. سكين تونينج، في رينك، في ليزرز معينه تعمل تونينج تشد. بوست اكني سكارز، واحده كان عندها حب شباب، راح حب الشباب ما بقاش يطلع لها حب شباب، وخلف مكانه اثار. هو بيعمل سام سورت اوف صنفره، هو بيشيل الطبقه الخارجيه ويشد الكولاجين، فيقفل الحفر دي، يقلل حجمها، في نفس الوقت يجرد سطح الجلد، فبتشيل الطبقة الخارجية وتسيبي الطبقة الداخلية المفروض هي أملس. السكين بورز، في ناس عندهم مسام واسعة قوي قوي اللي هي درجة ان هي باينة كأنها حفرة في الوش، هو بيقلل، بيعمل شرينكج للبور. ليزر لايبوليسيس، بيفتت الخلايا الدهنية، ده في منه نوعين، نوع داخلي يعني بتدخلي بالبروب الليزر جوه الجسم، في نوع خارجي بيشتغل على الليزر على الجسم من بره، جهاز كده بيشتغل على الجسم من بره بيطلع اشعه. هير ريستوريشن، في انواع من، في تسمعي عن حاجه اسمها مشط الليزر، مشط الليزر ده نوع من انواع الليزر، اسمه نوع مخصوص اسمه دايود، بيبقى بيطلعوه في صوره مشط وانت بتسرحي بيه شعرك، هو بيقلل قوي القشره وبيعمل زي تنقية للشعر من البوليوشن من التلوث، فيخلي الشعر يطلع هيلثي. دي انواع منتشرة جدا على النت، ما بتطلعش شعر، ملهاش دعوة بزراعة الشعر، ملهاش دعوة بتطليع الشعر، مش هتطلع لك شعر جديد، بس هو هينضف لك القشرة وهيخلي الفروة هيلثي.